دباغة الجلود في حلب السورية مهنة الأجداد التي لا تزال حاضرة في المدينة القديمة، حيث تعتبر حلب من أوائل المدن التي امتهن أبناؤها دباغة جلود الحيوانات فيما يعرف عاملوها بمسمى شطيفين الدباغة، حيث تتطلب العملية جهداً كبيراً وتمر بمراحل مختلفة. أول مرحلة للجلد اللي هي تحت، يعني نجيب الجلد بدمه نغسله، بعدين نطلع على المرحلة الثانية يلي هي مشان نحط له مواد مشان ينزل منه الصوف لحاله، بحس إني ما نزل البطانين، بحس ما نزل الجلد. بعدها بنشيل الصوف من الجلد، بنرجع بننزله على الخصيل، بننظفه من المادة، نغسله من المادة هاي، بنرجع نطلع على ماكينة اسمها السلاتة، بنشيل منه المادة هاي، المواد هاي اللي لزقت على الجلد مشان تطلع منه الصوف، بنشيله على الماكينة، بنسلده ونطلع كلياته، بننظف الجلد من الدهن يلي هو المادة هي هاي. بعدها بنحطه بالبرميل، نغسله ونحط له مواد بيطلع لونه أبيض، لونه سنمورة مثل هاي. نشطت دباغة الجلود على ضفاف نهر قويق في حلب قديماً، والدباغة هي الإبقاء على طبقة البشرة المتقرنة الميتة من الحيوان، ويتطلب هذا الكثير من الشطف والغسل للجلد واستهلاك الكثير من المياه، لكنها صناعة تطورت مع الوقت وعادت على أصحابها بمردود مادي عالي، ومارسها الحلبيون عبر التاريخ على اختلاف أجيالهم، كما أن عائلات حلبية عدة اتخذت كنية دباغ تبعاً للمهنة. الحال الآن ليس كسابقه بالتأكيد، حيث نالت الحرب من هذه الصناعة العتيقة الكثير وفرضت صعوبات يومية على ممارسيها. تعذب كثير، ودائماً إنه بتواجد هي الإنشارة، وغالباً ما بتجينا إنشارة هي الإنشارة الوسخة، فبتعذبنا على سوء الاستعمال، فبيكون فيها بلاستيك، بيكون فيها أي شيء. نحن الإنشارة اللي عنا لازم تستخدم إنا هي إنشارة نظيفة، تكون عبارة بس عن غبار. المشكلة الثانية عنا هي الكهرباء، لا وقت، لا عدان، يعني منعاني كتير منا، منكون مثلاً متوكلين على رب العالمين، جايين عم نشتغل من رأيه، طفيت، راحت، ضلينا فترة يعني منيحة قبل هالله، نعاني من المولدات والمازوت، لحد الآن عم نعاني من الكهرباء. تحاول المدينة مصارعة اندثار هذه المهنة، حيث لم يتبقى في حلب سوى بضع الورشات التي لا تزال تحافظ على موروث دباغة الجلود، مع يد عاملة شحيحة وظروف لا تسمح بالتسويق إطلاقاً.